صراحة احنا جد فرحانين وصراحة من تطات التعليمات أن جهة الدار البيضاء استطاعت تفتح الأندية تاعتها. الصراحة ما نعاودش لك يعني الفرحة كيفاش دايرة وكيفاش كانت ردة الفعل ديالنا. الحمد لله كاع الإخوان كاملين كاع رؤساء الأندية وحتى الممارسين ديال الرياضة تبارك الله كل شيء، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى هذا المرض يترفع على هاد على هاد على هاد الأرض، ونتمناو من الله هذا الشيء ما بقاش يتكرر، لأن حيت كان واحد الضرر كبير وضرر كبير لا ماديا ولا نفسيا، ونتمناو من الله اللي يجي يكون أحسن إن شاء الله بإذن الله. من بعد فتره الكونفينمون اليوم فينالمون تحلوا لي صال الحمد لله، حيت واخا كنا كنترينيو في الدار وفي الاماكن العامه وداكشي، ولكن ما كانش داكشي كافي. كانوا ناقصين بزاف د الحوايج لي ماشين، حيت الانسان واخا يتريني بوحدو ماشي بحال لي صال. والحمد لله فرحانين حيت الدوله خدات هذه المبادره.